أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن انعكاس تحركات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصفقات الأسلحة على الملف الإنساني اليمني. قالت وكالة رويترز إن جماعات حقوقية فرنسية هددت برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية إذا لم توقف مبيعاتها من الأسلحة للسعودية والإمارات. وبحسب رويترز فقد رفعت الدعوى ضد ولي العهد السعودي وتتهمه فيها بالتواطؤ بالتعذيب والمعاملة غير الإنسانية في اليمن. من جهته دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، لكنه عبر عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني، وأعلن عن تنظيم مؤتمر إنساني حول اليمن بحلول الصيف القادم في باريس. في هذه الحلقة سنقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: أبعاد الموقف الفرنسي المزدوج فيما يخص الوضع الإنساني اليمني وبيع السلاح للسعودية، وانعكاس التحركات الدبلوماسية الدولية على الوضع في اليمن. نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. فرنسا وأسبانيا بعد بريطانيا، حفاوة واستقبال رسمي لولي العهد السعودي وإبرام صفقات شراء أسلحة جديدة يقابلها سخط وتحركات معارضة في الشوارع ودعوى قضائية تلاحق محمد بن سلمان. سقطت فرنسا ومن قبلها أمريكا وبريطانيا والعالم المتحضر في فخ مقايضة الأخلاق والمسؤولية بالعقود والمليارات، وتحاول الهروب من دبلوماسية الصفقات والغرف المغلقة إلى دبلوماسية الشوارع واللافتات التي سرعان ما تسقط بمجرد توقيع عقود بيع الأسلحة. في الصورة يظهر الرئيس الفرنسي متحدثا عن اهتمام بلاده بالملف الإنساني في اليمن، ويهدي الضحايا عقودا لبيع أسلحة جديدة للمملكة العربية السعودية لاستخدامها في الحرب التي تخوضها في اليمن قيمتها تفوق 18 مليار دولار. لم ينسى الإعلام الفرنسي التلويح بملف حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات التي ارتكبتها مقاتلات التحالف بالمدنيين، وكان اللافت رفع دعوى قضائية من قبل منظمة حقوقية يمنية في باريس بدعوى تواطئ ولي عهد الرياض مع القوات الإماراتية التي تمارس التعذيب والاعتقال خارج القانون ليمنيين في مناطق سيطرتها. الرئيس الفرنسي الذي تصنف بلاده كثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعتبر السعودية والإمارات من بين أكبر مشتري أسلحتها، عبر خلال مؤتمر صحفي عن تأكيده أن باريس لن تتسامح مع تهديد الصواريخ البالستية للسعودية، لكنها تريد احترام قانون حقوق الإنسان الدولي في اليمن. ما بين تحقيق المكاسب ومحاولة الحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه، أعلن الرئيس الفرنسي عن تنظيم مؤتمر إنساني حول الأزمة الإنسانية في اليمن بحلول الصيف المقبل في باريس. وحين تحدث ماكرون عن تمسك بلاده باحترام القانون الدولي الإنساني وتيقظها حيال تلك المسألة، لم يتطرق في حديثه للانتهاكات وسقوط ضحايا مدنيين بسبب الغارات التي يشنها التحالف العربي في اليمن، كما لم يلقي بالا للطلب الذي تقدمت به عدة منظمات حكومية بالتوقف عن بيع السعودية أسلحة فرنسية قد تستخدم في اليمن. التحركات الحقوقية ضد زيارة بن سلمان قادتها هيومن رايتس ووتش التي قالت مسؤولة فيها إن الرياض على رأس تحالف قتل وجرح آلاف المدنيين، وإن العديد من هذه الهجمات يرقى إلى جرائم حرب. منظمة ليغال سنتر فور رايتس هي الأخرى رفعت شكوى ضد ولي العهد السعودي لدى محكمة الدرجة الأولى في باريس المتخصصة في جرائم الحرب. تبقى اليمن الغائب الحاضر في كل ملفات الدبلوماسية السعودية وتحركاتها، وبين صفقات التسليح ولافتات التنديد يطول أمد الأزمة اليمنية أكثر، ويتسع الثقب الأسود ليلتهم معه التحالف والمنطقة ويجعل السعودية عرضة للابتزاز ويعرض حياة ملايين اليمنيين لخطر الموت القادم من الخارج، وذلك الذي تواصل إنتاجه ميليشيا الحوثي في الداخل. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من ألمانيا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أيمن نبيل. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا بك عزيزي وجي. أهلا أستاذ، حياكم الله. إذن أستاذ أيمن، ما بين بيع الأسلحة للسعودية والحراك الرافض الحقوقي الرافض للحرب في اليمن، كيف تقرأ الموقف الفرنسي؟ أقرأ الموقف الفرنسي كبقية المواقف المعروفة في أوروبا الغربية في هذه المسائل. هذه المواقف عادة تقع بين التوتر أو تعبر عن التوتر القائم في المجتمع بين المصالح والأموال، المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية وأيضا حتى الأمنية،
هذا من جهة، ومن جهة أخرى الخطاب حقوق الإنسان، وأيضا هناك دور الرأي العام، وهناك أيضا قطاعات من السياسة نفسها في الأحزاب، خصوصا في بعض قطاعات اليسار وحزب الخضر والحركات الحقوقية والحركات أحيانا حتى النسائية، تضغط باتجاه التزام أكبر بحقوق الإنسان ومواثيق المواثيق الدولية بخصوص التعذيب والتعامل مع الأنظمة الدكتاتورية وإلى آخره. ولكن في نهاية المطاف دائما كما رأينا تنتصر المصالح على خطاب حقوق الإنسان. حتى الآن يعني تجربتنا في التجربة التاريخية تقول أن هذه الدول في نهاية المطاف تحسم أمرها باتجاه المصالح وليس باتجاه حقوق الإنسان. طيب يعني هل يمكن أن يعني أنت تتحدث الآن على أن الحسم سيكون لموضوع المصالح وبالأخير ستمر ربما صفقات الأسلحة من خلال ما أفهم منك، لكن ما الذي يلزم الحركة الحقوقية بشكل أو بآخر على أن تحدث أثرا أو يعني تغير من هذه المعادلة؟ المسألة هنا أعمق مما يعني وأكثر تعقيدا مما تظهر، لأن الخلل موجود في بنية الدولة نفسها. في نهاية المطاف هناك خطاب لديه حججه يقول بأن مصالحنا الآن مع السعودية، هناك الآن عقود بقيمة 19 مليار دولار، ولدينا مشاكل في البطالة مثلا في البلد، في فرنسا هناك مشاكل خاصة بالبطالة والشباب العاطلين، بالتالي هذه العقود سوف تحل مشكلة اجتماعية. هناك أمر آخر أن البنية الرأسمالية للدولة لا تسمح بمثل هذه الخطوات، يعني الالتزام بحقوق الإنسان ثم بعد ذلك التخلي عن كل هذه الأموال والتخلي عن كل الفرص التي توفرها هذه الأموال، هذا أمر صعب جدا. ما تحتاجه الحركة الحقوقية في البلدان ما بعد الصناعية كما تسمى الآن، يعني أوروبا الغربية وأمريكا، أولا تحويل النشاط الحقوقي إلى نشاط سياسي، بمعنى جمع قوة سياسية وجزء من برنامجها للسيطرة على الدولة والوصول إلى الدولة هو ملف حقوق الإنسان. لكن المطالبات لوحدها ورفع القضايا لا يؤثر كثيرا، يعني صحيح أنه يعني يطبع وصمة عار على جبين هذه الحكومات، ولكن في نهاية المطاف عمليا لا يحدث شيء مهم. نرى هذا مثلا، رأينا هذا في حرب العراق، كم عدد القضايا التي رفعت على وزير الدفاع رامسفيلد وعلى جورج بوش، ولكنه الآن يسرحون ويمرحون، وذهبت العراق ويعني أهدرت أرواح ناس وأموال وضاع بلد بأكمله. وبالتالي ما تحتاجه الحركة الحقوقية هنا هو التسييس أكثر، وليس اتباع الخطاب التقليدي المطالبات ورفع القضايا. لابد أن يكون ملف حقوق الإنسان جزء من رؤية شاملة تقنع المواطن، الآن اللي نتحدث عنه تقنع مثلا المواطن الفرنسي بأن مصالحه ليست فعليا مع هذه العقود، ولكن بالاحتفاظ بحقوق الإنسان بالالتزام بالأخلاقيات المهمة. ولكن كيف يمكن إقناع المواطن الفرنسي بذلك، إقناع العاطلين، إقناع جزء من اليمين الشعبوي أو حتى جزء من اليمين المتطرف الذي يقول يعني نحن لسنا في وارد الاهتمام بالآخرين، يهمنا الآن نحن فقط مصالحنا. هذا التناقض هو الجزء الأساسي من بنية الدولة الحديثة، وبالتالي القصة أكثر تعقيدا بكثير من مجرد خطاب أو خطوات بسيطة. طيب إلى أي مدى يعني هذه الحركات الحقوقية أو هذا الخطاب الحقوقي يفيد الحكومة بشكل آخر أو من وجهة نظر أخرى في رفع يعني مستوى سقف مصالحها مع دولة مثل المملكة العربية السعودية، أو إن صح التعبير محاولة ابتزاز هكذا دول بشكل أكبر؟ هذا السؤال يحمل في داخله فكرة صحيحة. فعلا هذا الخطاب الحقوقي وعموما الديمقراطية تفيد كثيرا، تقوي الأنظمة والحكومات أكثر بكثير من الأنظمة الدكتاتورية، لأن في النهاية الحكومة الديمقراطية تقول للآخرين أنني لست وحيدا، لا أتخذ القرار لوحدي، علي إقناع المنظمات، علي إقناع الأحزاب، علي إقناع البرلمان، أحيانا علي إقناع النقابات والهيئات التي المعنية بشأن سياسة من السياسات التي هي محل نقاش. وبالتالي ما يتبع هذا النقاش هو رفع السقف أكثر، والمطالبة بالكثير من الأموال أو بتنازلات سياسية أكبر حتى نقنع الآخرين، حتى نقنع الناس. لكن في الأنظمة الدكتاتورية كما يعتقد الحكام العرب أو كما تعتقد الجزء من الثقافة السياسية التي ترى في الدكتاتورية الفعالية أكبر، ما نراه فعليا هو أن الدكتاتور يفعل ما يشاء فعلا، ولكن من غير أي مشروعية ومن غير قوة حقيقية في فرض تنازلات على الآخرين، لأنه في النهاية يقول أنا الحاكم بأمري، لا أحد يشاركني شيئا، وبالتالي الآخرين يقول له إذن فنتصرف بسرعة.
ولا حاجة لأي تنازلات إضافية ما دام في النهاية هناك مصالح سوف تراعى. ولكن في الدول الديمقراطية هذا مدخل كبير للابتزاز، هذا أولا. الأمر الآخر أنه أيضا مدخل لإراحة بين قوسين، يعني إراحة الضمير، نقول في نهاية المطاف نحن لن نسلم هذه الأسلحة ولم نقم بدعم هذه الأنظمة هكذا مرات بدون أي مشاجرات عمومية، بدون أي جدل. بالعكس، كان هناك منظمات وهناك قضايا رفعات وهناك كذا كذا، بالتالي تصبح الصفقة في نهاية الأمر كمنتج لحالة جدل وليست فعليا انتصارا لمصالح على خطاب أخلاقي. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ أيمن. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام، المحلل السياسي أستاذ عبد الهادي العزعزي من تعز. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. أستاذ عبد الهادي، إذن يعني ولي العهد السعودي كان في فرنسا، قام بصفقات أسلحة، تم الإعلان عن صفقات وبيع أسلحة، وكان قبل ذلك في أماكن أخرى في أوروبا وكذلك حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذه الحركات يعني يتزامن وجوده مع حركات حقوقية تطالب بوقف الحرب في اليمن، تطالب بوقف مبيعات السلاح للمملكة العربية السعودية والتحالف بشكل عام؟ هل تتأثر المملكة، وكيف برأيك تنظر إلى مثل هكذا تحركات بداخل الدول التي تزورها فيما يتعلق بملف الأزمة اليمنية؟ أعتقد أن المتابع للأزمة اليمنية وامتداداتها الخارجية تراقبت فيها هذه المسألة من منظمات متواجدة في أوروبا. أغلب هذه المنظمات تتلقى هبات وتبرعات من شركات صناعة الأسلحة، أي أن هنالك جهدا تفاوضيا مشترك، الأول يرفع شعارا إنسانيا بحجة العتاب على الإنسان واحترامه والتعامل وفق قوانين الحرب، تجنيد المدنيين، تجنيد استخدام أنواع من الأسلحة. لكن على الأسف الشديد هذه الدول التي تمول هذه المنظمات وتحتكرها تأتي على رأسها من الغرب الدول الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهذه الدول هي التي تمتلك أكبر مصانع إنتاج الأسلحة في العالم. وبالتالي هذه العملية تبدو من الوهلة الأولى أنها نوعا من الشد التفاوضي من أجل تمرير هذه الصفقات وبأسعار مختلفة، وهي تبرر أنها تدعم البلد الفلاني في الحرب، تدعم دول الخليج في حربها من أجل تأمين نفسها من الصواريخ. في مقابل هذا الخطاب الحقوقي التفاوضي هنالك خطابا آخر يطرح لدى الدبلوماسيين والبقية، أن السعودية بحاجة إلى تأمين من الصواريخ البلدية أو الصواريخ التي يطلقها الحوثيين، والتي تقول هذه الدول أنها إيرانية الصنع وتجزم بهذه المسألة، أي أن هنالك صراعا إقليميا يتم توضيحه، وصراع في شقين إنساني وعسكري واقتصادي أيضا في ذات الوقت. هذه المسألات مرتبطة أيضا بأداء الأوبك باعتبار دول الخليج من الدول الكبرى المتحكمة في مسألة تزويد السوق الدولية والمتحكمة إلى جانب روسيا بالسعر. هذه المسألة تحمل الشقين معا، لا يوجد عمل إنساني صرف كما نتوهم، وقول قسم كبير من هذه الأموال تأتي من الحكومات ومن هذه الشركات تحديدا. طيب، يعني هي النقطة أستاذ عبد الهادي، الآن عندما يذهب ولي العهد السعودي إلى هذه الدول ويرى حركات احتجاجية ضد الحرب في اليمن وضد استمرار التحالف في عملياته بهذا الشكل على الأقل واستهداف المدنيين فيها، هل هناك تغير يمكن أن يطرأ على سياسات هذه الحرب، أو أنه يراها من منطلق أنه لا دخل لهم فيما نقوم به؟ هناك تغير بالتأكيد. عادة تحاول هذه البلدان ألا تتعرض لابتزاز أكثر فيما يخص صفقات الأسلحة ونوعية الأسلحة ونوعية الذخائر وآليات العمل. هذا الابتزاز يبرره الغرب بأنه يجب أن تكون لديكم منظومات دقيقة جدا ومتطورة في تحديد الأهداف والتصويت، تجنب المدنيين أو ما يسمونه مجازا منذ أكثر من عقدين من الزمان، الأسلحة
واحد نبقي ظروف تمارس فيها هذه البلدان احتكارا لهذه التقنية ومنع نقلها إلى بلدان أخرى، وهذا ما يظهر على ملف الصراع الكوري الأمريكي. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الهادي. أعود إليك أستاذ أيمن. الآن هناك يعني تحركات دبلوماسية دولية، أيضا هناك تحركات المبعوث الأممي فيما يتعلق بملف الأزمة اليمنية، هناك أيضا تصريح من قبل ماكرون حول تنظيم مؤتمر إنساني حول اليمن بحلول الصيف القادم، إلى أين تصب كل هذه التحركات في المشهد اليمني برأيك؟ أستاذ أيمن هل تسمعني؟ أستاذ أيمن؟ إذن يبدو أن هناك خلل في الاتصال مع الأستاذ أيمن نبيل. بالعودة إليك أستاذ عبد الهادي، أتحدث وأسألك عن ذات السياق، السياق التحركات الدبلوماسية الدولية وكذلك ما يتعلق بالتصريحات. هناك كان حديث من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تنظيم مؤتمر إنساني بخصوص اليمن، كيف ترى كل هذه الجهود الدبلوماسية الدولية بخصوص الملف الأزمة اليمنية؟ أعتقد أن هذه الجهود تدور داخل نفس الحلقة، سواء حركة مجلس الأمن أو ممثل الأمن العام أو المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، برغم أنها ترفع شعار أنها منظمات غير رسمية، لكنها تتحرك مباشرة لممارسة الضغوط على الطرف الأقوى والذي لديه الإمكانيات. هنالك مخططات لاستنزاف مخزونات التحالف العربي من المال بالذات دول الخليج بهدف استنزاف هذه الأموال لتدعيم الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان التي ترفع شعارات وتدفع أيضا لممثل الأمين العام، ممثل الأمين العام وتقاريره ترفع إلى هذه إلى مجلس الأمن، ومجلس الأمن المتحكم فيه هي الدول الخمس، والدول الخمس هي كبار منتجي الأسلحة في العالم. هنالك حالة من الانزواجيات عن الأمم المتحدة تحولت إلى منظمة تحركها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بشكل أساسي، وفي بعض القضايا أحيانا عندما تتوالى الضغوط كبيرة على مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة ترجع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعادة ما تكون قرارات الجمعية العامة غير ممكنة كثيرا أو لا تتحمس لها الدول الكبرى لتنفيذها أو تطبيقها إلزاما، وهذا جزء من تاريخ المنظمة الدولية منذ إنشائها في نهاية الحرب الكونية الثانية. وهذه المسألة تترافق بهذا الشكل، تقارير الأمن العام وتقارير المنظمات التابعة له لا زالت تتعامل مع طرفين للحرب كما تسميهما، لا تزال حالة من التناقض بين قرارات مجلس الأمن وما بين دور الأمم المتحدة في الملفات المختلفة. الأمم المتحدة لا زالت مقراتها مثلا بمناقض الملف اليمني متواجدة في العاصمة صنعاء التي مسيطر عليها الميليشيا الإرهابية، وهي أصدرت مجموعة قرارات لدعم الشرعية اليمنية ممثلة برئيس عبد الرب المنصور، لكنها عمليا لم تصل حتى مكاسبها. ربما التصرف الاخير للممثل الامين العام واضح عدم وصوله الى عدم بحكم الوضع الانساني او عفوا الوضع الامني واتهامه لبعض الاطراف الا تستطيع الامم المتحده نعم استاذ عبد الهادي معاقبه هذه الاطراف، عدم زياره هذا المكان والاكتفاء بزياره كل من عمان والمملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده ولقاءات ببعض الاطراف. هذه المسألة تفقد الأمم المتحدة مع الأسف الشديد كثيرا من مصداقيتها. المنظمة العجوز تحاول مع كل حركة أن تبحث نفسها وتتسبب، لكنها عمليا تحولت إلى مجرد ورقات في يد الدول الخمس، وبالتالي حتى الملف الإنساني أصبح يستخدم بشكل سياسي يد معات المنظمة وتتلقى أموال وتبرعات. أشكرك. الممول دائما ما يتحكم بالمسألة. أشكرك أستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا على الهاتف من تعز. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام، فؤاد عامر الباحث في القانون من فرنسا. أهلا بك أستاذ فؤاد. أهلا بك، حياكم الله أستاذ فؤاد. يعني ما هي وجهة النظر القانونية فيما يتعلق أن هناك استطلاعات للرأي تجرى في فرنسا
توضح على أن 75% من الشعب الفرنسي بحسب مؤسسة يوغوف يريدون أن يعلق ماكرون صادرات السلاح للسعودية والإمارات، وهناك حراك حقوقي يهدد برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية إذا لم توقف مبيعاتها من الأسلحة السعودية إلى السعودية والإمارات. ما هو الموقف القانوني في إطار ذلك؟ مرحبا بك وبجميع المشاهدين والمعذرة لما استطع من سماع بداية البرنامج والمداخلات، لكن استطيع ان اقول هنا انه يجب التفريق هنا ما بين المواقف الرسمية المعلنة من قبل الدول والتي ملتزمة بها تجاه المجتمع الدولي والتي تنسجم مع ولا يتم مداولتها غالبا مع في اطار مجلس الامن، وبين الحراك المدني الذي تقوم به الحراك الحقوقي والحراك المدني الذي يقوم به الافراد او المواطنون في اطار في دول العالم الغربي. عمليا يعني لا تستطيع فرنسا او غير فرنسا او الولايات المتحده او بريطانيا، هناك قانون، هناك قرار من الامم المتحده، وهذه هي الاساس زاويه التعامل الاساسيه في موضوعنا اليمني. هناك قرار 2216، هناك تخوين للتحالف العربي للقيام بتدخل يعتبر بين مزدوجين مشروع وفق إطار القانون الدولي، باعتبار أن هناك جماعة انقلابية هي التي سببت كل النتائج التي أوصلتنا إلى ما نحن إليه اليوم. هذه نقطة أساسية يجب عدم نسيانها، هناك تدخل مشروع في القانون الدولي ضد هذه الجماعة، تحالف الانقلاب السابق ما بين علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي التي انقلبت على الدولة اليمنية. هناك التزام من المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي لم يتخلى عن اليمن حتى هذه اللحظة، وقام بدعم الحكومة الشرعية وقام بدعم التحالف العربي ضدا من هذا التحالف. نقطة، إذا المشكلة في أساسها هي مشكلة سياسية تداعياتها إنسانية، هناك اللوبي الحقوقي التابع للجماعات الانقلابية، أيضا هناك المجتمع الحقوقي بشكل عام، هناك خصام دائم مع دول الخليج وتحديدا السعودية. هذا الخصام ناتج نتيجة تاريخ طويل من قمع الحريات الفردية في داخل المملكة العربية السعودية، قمع حقوق المرأة، قمع المعارضين. هناك بيئة دولية غير مواتية من المجتمع المدني الدولي ضد المملكة العربية السعودية، لكن ما يتم والعامل الحاسم هو ما يتم في المؤسسات الرسمية. في المؤسسات الرسمية هناك قانون، هناك قرار من الأمم المتحدة، تدخل التحالف العربي في اليمن هو بنفس التكييف القانوني الذي قامت به فرنسا حين تدخلت في مالي، وبالتالي لا تستطيع مثلا واحد أن يجادل في هذا الأمر. نفس تدخل روسيا في داخل القرم وفي داخل أوكرانيا بناء على طلب زعماء هذه البلدان في شرق أوكرانيا. بالتالي هناك ما يمكن أن نسميه بين ضفرين مشروعية ما للتدخل في هذا الاتجاه. ما يدور في إطار المجتمع المدني في هذه الدول، يعني هو في الأخير ملف يبقى مسيس. نحن نقول دائما أن التعاطي مع الملف الحقوقي يجب أن يكون تعاطيا وفق معايير العدالة العمياء. من يريد اليوم أن ينفذ أو يقوم بوقفات في ضد هذه الحكومات، أوكي نحن معاكم في مسألة أن يكون هناك نوع من الرقابة على دول التحالف العربي، الذي يكون هناك تصريح أبيض على شيء أبيض لها في أن تقوم بما تريد من عمليات عسكرية ضد المدنيين، لكن أيضا بنفس الوقت يجب أن تكون التعاطي مع الملف الحقوقي مع كل الانتهاكات من جميع الأطراف الذين ينادون اليوم بالقيام يرفعون شعارات حقوق الإنسان إذا ما تقوم به السعودية ودول التحالف العربي، كانوا بالأمس ضد أي تدخل نتيجة ضد الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية مثلا في حصار مدينة سعد، ضد أي تحقيق تقوم ضد أي قبول للجان التحقيق الدولية في أن تقوم بتحقيقات. أين هي حقوق الإنسان وحقوق الإنسان اليمني؟ الانتهاكات من عام 2011 وحتى اليوم، من عام 2011 وحتى اليوم كان هناك رفض لأن يكون هناك نوع من التحقيق والآلية الدولية. وبالتالي إذا أردنا فحص ومعرفة مدى قانونية ومدى صحة ما تنادي به هذه الجهات الحقوقية، فيجب أن يكون هناك مطالبة ليس فقط ضد المبيعات الأسلحة ضد
الحكومة الفرنسية وبقية الدول، يجب أن يكون هناك ضغط تحالف دولي عام للقيام بالمطالبة أولا بإرسال لجان تحقيق دولية لجميع للتحقيق في جميع الأحداث وفي جميع الانتهاكات في حقوق الإنسان من عام 2011 وحتى اليوم، ولا نأخذ فقط فترة معينة تلك اللي هي متعلقة بتحالف هذه الانتقائية هذه. أنت ممكن شوشرة أمام الرأي العام، لكن في الأخير الدول المجتمع الرسمي الدولي يعتمد على تقارير مثل تقارير لجنة الخبراء التي أدانت الجميع في انتهاكات حقوق الإنسان. أيضا كيف نعرف نوايا هؤلاء الأشخاص؟ إذا طالب هؤلاء الأشخاص بأن يكون هناك لجان تحقيق بل وحتى محكمة دولية من أجل التحقيق في جرائم انتهاكات الحرب في اليمن منذ عام 2011 وحتى اليوم في تمهيد العدالة الانتقالية القادمة لمستقبل اليمن القادم، هنا يمكن أن ندرك أن هناك نوع من المصداقية لدى هذه الجهات. طيب دعني أعود قبل ذلك، سأعود إلى هذه النقاط أستاذ فؤاد، لكن قبل ذلك دعني أعود إلى الأستاذ أيمن نبيل الذي يعود إلينا من جديد. أستاذ أيمن، يعني بنقطة أخيرة برأيك، الآن التعامل الدولي مع المملكة العربية السعودية مع دول التحالف بشكل عام، ألا يوحي بأن هناك طريقة يتم التعامل فيها أو أسلوب معين للتعامل مع هذه الدول قد لا تقتبس منه الحكومة اليمنية الكثير في طريقة تعاملها وفرضها لنفسها أمام الشركاء في هذا التحالف، باعتبار أن وجودهم قانونا كما يقول الأستاذ فؤاد هو موجود بسبب دعوة الرئيس عبد الرب منصور هادي لهم بالتدخل؟ هذا صحيح. طبعا المشكلة فقط في الحكومة أنها لم تثبت تواجدها عند اليمنيين أولا قبل أن تثبت تواجدها في أي مكان آخر، يعني عند اليمنيين أنفسهم، عند الشعب اليمني هذه الحكومة تقريبا غير موجودة إلا بصورة رمزية، ولكن فعليا جهاز دولة، بيروقراطية، تواجد المسؤولين على الأرض، ضبط الحالة الأمنية، تسيير الاقتصاد، مرتبات الناس، المشاكل الاقتصادية الملحة، الأزمة الإنسانية، هذه كل الملفات، حتى الجرحى، جرحى المعارك التي يدافع فيها الجيش عن الحكومة، وعن طبعا ليس الحكومة بشخصها ولكن برمزيتها عن الدولة، هذه كل الملفات مفتوحة والحكومة لم تثبت تواجدها في الداخل، هذا أولا. ثانيا حتى في الخارج على مستوى السفارات هناك إشكال، يعني عندما نرصد مثلا أداء الخارجية اليمنية وعلاقاتها بالسفارات اليمنية الموجودة في الخارج نجد كوارث، يعني إلى فترة قريبة كان السفارة في روسيا كانت تقريبا بيد الحوثيين، السفارة اليمنية الموجودة في بيروت ظلت، أعتقد حتى الآن لم أتابع حتى الآن آخر تطورات، ولكن لفترة طويلة كانت تقريبا منبرا للحوثيين ومنبرا لتحالف علي عبد الله صالح والحوثي السابق، طبعا منبرا لهذا التحالف، بمعنى أن وهناك أيضا مشاكل تخص وزارة الخارجية داخل وزارة الخارجية نفسها بين الوكلاء وبين الوزير، بين التواصلات بين المسؤولين، التراتب الهرمية والتراتبية داخل وزارة معطلة تقريبا، وتنازعات مناطقية، بالتالي الحكومة لم تستطع حتى الآن أن تثبت تواجدها في سفاراتها، ولم تستطع إثبات تواجدها عند الناس من خلال البيروقراطية، فما بالك أنت الآن بإثبات نفسها أمام الرأي العام الدولي وأمام الدول، ثم إن الدول عندما تأتي لتتعامل مع الحكومة اليمنية، طبعا هناك بالتأكيد هناك شرعية دولية لهذه الحكومة معترف بها في قرار دولي كما أشار الأخ فؤاد، ولكن هناك أشياء عملية، يعني هناك وقائع عملية على الأرض هي التي تحدد بعد ذلك كيفية معاملة هذه الدول للحكومة، يعني لماذا ستتواصل هذه الدول مع الحكومة إذا كان بإمكانها أن تحسم كل المسائل بالتواصل مع الحكومة السعودية أو مع ولي العهد السعودي أو مع ولي العهد الإماراتي، يعني لماذا سيتم التواصل وصرف جهود جبارة لإقناع طرف هو فعليا لا يملك شيئا إلا رمزيته فقط، وهذه الرمزية بالمناسبة يمكن التخلص منها سريعا إذا تمت، إذا حصلت صفقة كبيرة بين الحوثيين من جهة وإيران تتبعهم طبعا، أو يعني إيران أيضا موجودة في صفهم والسعودية والحكومة، إذا حصلت صفقة ما بإمكان هذه الرمزية أيضا أن تزال عبر عمليات انتقالية بسيطة، وبالتالي الحكومة للأسف ليست في وارد إثبات نفسها أمام اليمنيين، فما بالك إثبات نفسها أمام الخارج. أشكرك الكاتب والباحث السياسي أستاذ أيمن نبيل، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. بعودة أخيرة وسريعة وعاجلة إليك أستاذ فؤاد، هل من قيود أو موانع قانونية على الحكومة الشرعية لأداء أفضل تجاه الشعب وتجاه أيضا التعامل مع الشركاء في التحالف العربي لا نعرفها أو لا يعرفها عامة الناس؟
أستاذ فؤاد؟ إذن يبدو أن هناك إشكالية في الصوت من المصدر مع الأستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون من فرنسا، كان معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا له، وشكرا أيضا لجميع الضيوف الذين كانوا معنا، ولكم مشاهدينا الكرام على حسن الصوت والاستماع. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء محمد عبد المغني منتج الحلقة، وجميع الأفراد في الطاقم الفني. في أمان الله.